نروح للساحرة المستديرة والأخبار صفحة 13، وبنتكلم في صفحة 12. بروفة جماهيرية مرتقبة قبل المونديال، قمة الزمالك والهلال، قمة كاملة الدسم. أنا برضو شايفة كاملة الدسم دي مش مفيدة الحقيقة للصحة. فالمهم ان احنا بنتكلم في قمه مرتقبه بين بطل الدوري المصري بالتاكيد الزمالك وبطل الدوري السعودي اللي هتكون في قطر ان شاء الله، ودي طبعا نقدر نقول ان هي البروفه للمونديال في قطر، المونديال المقبل، وده ان شاء الله المباراه دي هتكون يوم 9 سبتمبر المقبل. طبعا هي كامله الدسم الكروي، فيعني كل كماليات الكوره هتبقى موجوده في هذه المباراه. احنا بنتكلم اهمها الجماهير بالتاكيد طبعا، يعني المعلومه اللي عندي ان حوالي 60,000 تذكره خلصت. خلصت بالفعل خلاص. اصل انت بتتكلمي عن فريقين كبار جدا، فريق الزمالك المصري بطل الدوري وفريق الهلال السعودي، بنتكلم عن جماهير كبيره جدا من مصر وجماهير من السعوديه تبقى موجوده في الاستاد. الاستاد ده هو اللي هيستقبل افتتاح كاس العالم ونهائي كاس العالم ايضا، فالماتش له خصوصيه تاريخيه بعيد عن اللقاءات اللي بتحصل ما بين مشكلة ان اشقائنا العرب اللي هم بيشجعوا الزمالك هم كمان مشجعي الهلال، فهيبقى في تنافس رهيب في المباراة دي. لا هم لازم بقى ايه يسألوا يحددوا بقى يا ابيض يا ازرق، واخد بالك؟ فهم اكيد هيحددوا مسارهم. هي فكرة الاستمتاع هتكون موجودة طبعا. الزمالك بيقدم احلى مواسمه في العشر سنين اللي فاتت، هذا الموسم موسم تألق وقوة وروح معنوية وأداء موسم استثنائي للزمالك، فأكيد هنشوف أداء عالي جدا من الزمالك. الهلال عايز يحسن صورته في عربيا. ليه؟ لأنه حتى في نهاية الخبر اللي موجود عند حضرتك موجود إن هو تاريخ المواجهات بينه وبين الأندية المصرية، فخمس لقاءات مع الزمالك، الزمالك كسب 3 مرات، خسر مرة وتعادل مرة. الخبر كمان قال ان الاهلي قابل الهلال لو تفتكري في الصراع او المنافسة على المركز الثالث في كاس العالم للاندية، والاهلي كسب 4-0 في ماتش كان عالي جدا 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 للاهلي، وكسب الهلال ما كانش حد يتوقع الهلال بنجومه وبزخمه وبمشجعيه وبعظمة كرة الهلال انه يخسر 4-0. يمكن هو هيجي متاهب عربيا، هيجي متاهب عربيا. تخيلي يوم ماتش 4-0 ده للاهلي. خليني اقول لك ان الاهلي ما رضيش يقرص كمان على الهلال احنا فاكرين ساعتها وقالوا لهم كان كل وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقه كان عامل حاله من ده، قالوا لهم هدوا اللعب شويه كده كفايه، يعني اكتر من 4 كفايه. فاحنا حقيقي هنشوف ماتش مهم جدا، ماتش يليق بالكرة المصرية والكرة السعودية، وهنشوف ماتش مهم جدا، واكيد هتبقى مبسوطة انها تشوف الزمالك في محفل دولي وان شاء الله يبقى عودة قريبة للاهلي، نرجع مرة ثانية يبقى في هذا التألق سواء الزمالك او الاهلي، ده كل ده حاجة لينا للدوري المصري بالتالي. طبعا فالماتش زي ما قلت لك ما هوش ماتش كورة بس، هيكون ماتش للتاريخ. الاستاد ده هيستقبل افتتاح وختام كأس العالم، فباذن الله كل التوفيق للفريقين، كل التوفيق للزمالك. انا نفسي احب اشوف كل لعيبه كل الفرق المصريه في الدوري المصري بتلعب بمستوى عالي جدا، حتى يبقى في منافسه مع الفرق اللي الاسماعيلي كان فريق قوي جدا برضه عايزينه يرجع تاني يتالق، كل الفرق المقصه والاتحاد، كل الفرق اللي بتلعب في الدوري. في النهايه ده مكسب لمنتخب مصر في الاخر.